هي مسؤولية الجميع، ومسؤولية الرجل أيضا مسؤولية هامة في هذا المجال. عن إذا كان هو من صانعي القوانين يعني بالبرلمان، إذا بصانعي وواضعي السياسات، إذا كان أيضا كرجل أمن أو إنفاذ قانون، إذا كان قاضي، إذا كان وكيل نيابة، إذا كان مدرسا. وهنا أحب أن أفتح قوس، أي مسار تعليمي، المدرس والمدرسة هي مربية ومربي قبل أن يكون مدرس، والطفل أو أي إنسان يعيش في ثلاث فضاءات: فضاء الأسرة، فضاء المدرسة، والفضاء العام. وقد يقضي الطفل في الفضاء المدرسة الوقت الأطول من أبويه والفضاء العام. وإذا هذه المنظومة ثلاثية الأركان لا تربي على قبول الآخر ورفض العنف تجاه الآخر بما في الفتيات والنساء، فأكيد في مرض وخلل ناتج عن هذا الخلل في المجتمع ككل في الفضاءات الثلاثة. فمجتمع غير سوي وغير أيضا منسجم ولا ينسجم مع الوصول لأهداف لا تنموية ولا سيادة القانون ولا أيضا احترام وقبول الآخر. والرئة التي تتنفس منها منظومة حقوق الإنسان هي غياب التمييز. لا يمكن النظر لأي مجتمع، سواء مش تمييز فقط بالتشريعات، لأنه معظم التشريعات قد تكون على الورق هي تغيب مسألة التمييز، لكن في الواقع والغير مرئي الانفيزبل هناك، هنا يكمن التمييز، سواء ضد المرأة على أساس الجنس، على أساس النوع الاجتماعي، وأيضا على خلفيات أخرى قد تكون المكانة الاجتماعية والموطن والمولد وإلى آخره. وهنا مرة أخرى يكون في اعتلال وخلل في المنظومة الثلاثية للفضاءات الثلاثة. ولعني أختم هنا بأقتبس للمرحوم كوفي عنان الأمين العام السابق عندما قال: لا أمن دون تنمية، ولا تنمية دون أمن، ولا تنمية ولا أمن دون حقوق الإنسان وسيادة القانون.